الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. تكلمنا في الحلقة الماضية عن حمل الرسالة، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لكل إنسان يتحمل جزءا من أعباء الرسالة وجزءا من الالتزام بالدين وبالإيمان وبالعمل الصالح. لكن سنقف على مظهر آخر لحمل الرسالة، وهو مواجهة المجتمع. احنا قلنا أن المجتمع الذي يحيط بالإنسان قد يكون مجتمعاً إن صح التعبير يحمل مفاهيم وتصورات ورؤى تختلف عن رؤى العدل والحرية والكرامة الإنسانية، وبالتالي الإنسان سيجد عنده صراعاً مع المجتمع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقدم لنا أسوة لإنسان ابتعد عنه أقرب أهله وناصبه العداء كل من يحيط به، ولم يتبعه إلا ضعاف الناس وبسطاء الناس ومن ليسوا في قمة الهرم الاجتماعي في المنطقة التي يعيش فيها. هذا الصراع المرير الذي خاضه الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجتمع اللي موجود يواجه كل إنسان في بيئته بدرجة من الدرجات، يواجه الفتاة، تواجه الشاب، يواجه الإنسان هذا المجتمع. وكلما كان المجتمع بعيدا عن الدين وبعيدا عن الصواب والعدل، كلما كانت معاناة الفرد أكبر وتحمله للعبء أكبر. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر وأشرس معركة خاضها مع قومه، خاضها مع قريش، وكل ما ينسب للمشركين وكذا، كان هو هؤلاء المشركون هم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، أعمامه وأخواله وأقرباؤه وأنسابه، هؤلاء الناس هم الذين حملوا مشعل المعارضة للرسول عليه الصلاة والسلام لدرجة محاولة قتله. إذن لما نتكلم عن قضية الأسوة، أن حامل الدعوة يواجه مجتمعا شرسا ويواجه عادات وتقاليد وأعراف وتصورات، عليه أنه يجد القدوة ويجد المثال أن هذه الرحلة ليست رحلة هينة ولا يسيرة، وأنه له في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم نصرة الله عز وجل له وأنه أيده بخيرة الخلق من صحابته، إلا أن المعاناة ظلت هي المعاناة والتعب ظل هو التعب، فالحياة لا تسير على نسق واحد. ومن يتحمل عبء الحرية سواء كان مسلما أو كافرا، من يتحمل عبء الرسالات لا بد أن يواجه مجتمعا شرسا. فإذا نظرنا للأنبياء والرسل سنجد هذه المواجهة، وإذا نظرنا لغير الأنبياء والرسل من المصلحين في العالم سنجد هذه المواجهة، وإذا رأينا أشرس هذه المواجهات سنجدها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم تترك وسيلة من الوسائل المحتملة إلا واتبعت لمنعه من أداء رسالته وتبليغها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أن الإنسان المسلم يعلم أنه قد يواجه مجتمعه وبيئته القريبة بالعدل والحق وبالرحمة وبالرأفة، ولكنه بالضرورة سيواجه المصاعب في سبيل تحمل تكاليف الدعوة وتكاليف الحق الذي يحمله. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.